تاريخية أيضا ليه، وأيضا مهمة جدا للشعب المصري ولكل عشاق الكرة العربية كمان، لأن نجمنا حدث إن هو موجود في نهائي الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا. كالعادة بنتواصل من خلال الفيسبوك اللي هتشوفوه على الشاشة دلوقتي، فيسبوك خاص بي أنا شخصيا هتشوفوه على الشاشة، نتواصل مع بعض من خلاله، وأتمنى إن أنتوا كلكم تعملوا لي فولو ونتواصل من خلاله. طبعا الفيسبوك مقفول، هم 5000 أصدقاء فقط، فاللي بيبعت لي ممكن يلاقي الموضوع مقفول، لكن الفولو مفتوح لكل الناس وبنتواصل مع كل الناس وفاتح التواصل لكل الناس وإبداء الآراء المختلفة. صفحة الفيديوهات زي ما أنتوا شايفينها وأرقام تليفوناتنا سواء المحمول أو الأرضي هتكون موجودة تحت دلوقتي قدامكم أهي. نروح لرامون دياز. مش عايز اتكلم كتير لان الناس كلها اتكلمت عنه، يعني مدرب كبير قاد المنتخب الباراغواي وطلع الرابع في كوبا امريكا، قاد طبعا الهلال السعودي في المنطقة العربية، وكان الناس مقتنعة بيه جدا جدا جدا، بيمتلك جهاز معاون قوي جدا منهم ابنه اللي بيشتغل معاه من 6 سنين فاتوا. لكن حصل حاجة غريبة جدا، ابنه كان متابع الحساب الرسمي للنادي الاهلي، كان متابع الحساب الرسمي للنادي الاهلي. طبعا هو ما كانش متابع الحساب الرسمي للنادي الاهلي لغايه ما بدات المفاوضات، فالناس خدت بالها ان ابن رامون دياز اللي هو بيشتغل معاه في الجهاز ابتدى يتابع الحساب الرسمي للنادي الاهلي. جه النهارده لغى المتابعه، جه النهارده لغى المتابعه، وكان من المفترض النهارده الاعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد رامون دياز. النهارده الناس مستغربه ايه اللي يخلي الراجل بعد من ايام فاتت متابع للحساب الرسمي للنادي الاهلي فجاه يلغي المتابعه؟ هل ده معناها فشل المفاوضات؟ الله اعلم. لكن لغايه دلوقتي مفيش تاكيد ان هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ومفيش نفي، لكن عندنا بس حاجه واحده، ان الراجل ابن مدرب كان متابع الحساب الرسمي للنادي الاهلي ولغى المتابعه. اللغة المتابعة دي تديك انطباع ان الموضوع فشل، لكن يعني قد يكون هو عنده حب استطلاع، يعني تابع وشاف الناس بتقول ايه وبعد كده لغى، يعني ممكن، الله اعلم، ده اللي هنعرفه. لكن يعني نقول رامون دياز حصل على الدوري الارجنتيني 4 مرات، بطولة كوبا لابيرتادوس، بطولة السوبر للأندية أمريكا الجنوبية، قاد الهلال السعودي في 65 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 42 فوز 17 تعادل و6 خسارة فقط، كما حقق معهم بطولة الدوري والكاس وخسر نهائي دوري أبطال آسيا ورحل عنهم. يهتم بالجانب البدني للاعبين واعدادهم بدنيا طبقا للقياسات العضليه لكل لاعب بعيدا عن عشوائيات الاحمال الجماعيه. اكثر طرق لعب بها مباريات هي 4-3-2-1، 4-3-2-1، وفي كثير من الاحيان تتغير الى 4-3-3. القيمة التسويقية له ولجهازه معاون كاملة يتحملها الاهلي عند التعاقد معه قرابة 2.4 مليون دولار سنويا. تجربة دياز مع الهلال السعودي هي الوحيدة له في الوطن العربي والشرق الاوسط بعدما تولى تدريب عدد اندية ومنتخبات في امريكا الجنوبية. بدأ مسيرته التدريبية عام 1995 مع ريفر بلات وطبعا فريق كبير، ثم اكسفورد يونايتد، سان لورينزو، اندبندنتي، ثم منتخب باراغواي، واخيرا الهلال السعودي. جهاز المعاون ايميليانو ابن مساعد المدرب هو مسابق مستشار وذراعه الايمن في كل حاجه، ويعمل معه منذ اكثر من 6 سنوات. هيكتور داميان محلل فني، دوره رصد كل المعلومات عن الفريق وتقييم اداء اللاعبين في المباريات والتدريبات. خوان نيكولاس محلل تقني، يجهز الفيديوهات الخاصه بالانديه المنافسه، متخصص في تصوير وتسجيل التدريبات والمباريات بكاميرات خاصه من ارضيه الملعب. الفارو فيليب مدرب اللياقه البدنيه ويعمل بشكل اساسي معه. ده يعني مدير فني رامون دياز اللي هو قيل بقوه ان هو جاي. بصوا يا جماعه، لازم تعرفوا ان اي مدير فني عالمي لما يترك كل الانديه العالميه ويجي للنادي الاهلي او المنطقه العربيه بيبحث عن الماده اللي مش هيقدر يديها له الانديه الاخرى. طبعا تكون ان انت تكون مدرب النادي الاهلي دي حاجه كبيره، حاجه كبيره لاي واحد في المنطقة العربية او اي واحد بيبحث عن ان هو يخش الخليج. لكن رامون دياز ده دخل الخليج يعني، وكان بيدرب واحد من اكثر الاندية الشعبية والكبيرة في الوطن العربي هو الهلال السعودي. فما يجي يدرب الاهلي هو عايز يدرب نادي كبير كل حاجة، لكن دايما بيبحث عن المادة. الكلام اللي وصل لي
ان هذا المدرب مع جهازه المعاون قد يصل لـ 4 مليون دولار سنويا. سيبك بقى من